السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. عارفين كلنا قصة حومة الشوك في طنجة، اللي جه شركة عقارية قالت لهم الأرض دي بتاعتنا وملك واحد يهودي، اطلعوا برا وادونا الأرض، وراح قدم للمحكمة أوراق، فالناس ظهرت وعملت مشكلة وقالت لك ازاي احنا ساكنين في البيوت دي بقالنا سنين، محدش قال لنا انها ملك حد والكلام ده. المهم أثير الجدل في المغرب، والقراقير ما صدقوا لأنه يهودي بين قوسين صاحب الأرض، فقال لك وجات مع بداية قصف غزة جاءوا من اليهود عادوا ليخرجوكم من ديوركم وعملوا وعنطروا. كانوا بيبعتوا لي ده في تعليقات والرسائل، لماذا لا تتحدث يا معرفش يا صهيوني عن اليهودي اللي رجع، واليهود سيأخذون أملاك المغرب وسيسيطرون، وعملوا بليكة كبيرة. طبعا انا وقتها ما ردتش لسبب انها الارض لو ملك يهودي وله حق قانوني هياخدها، في المغرب ملوش حق مش هياخدها، واخا يكون مش يهودي واخا يكون بايدن نفسه مش هياخدها. القصة مسألة لان انا من مصر ومصر فيها مسيحيين، فمثلا كان ده عندنا بيلعبوا في صغار العقول وانصاف العقول، لو حاجة ملكي مسيحي يقولك عشان مسيح يا عم، عشان الغرب، مع وده كلام فاضي مفيش الكلام ده، هو مصري ديانته دي 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 بتاعته، اما جنسيته دي هي الحكمة، هو مصري ولا مش مصري، حتى لو اجنبي وبالقانون ياخد حقه. فالمسألة انا كان عندي يقين في ده ان القضية قضية حقوق، ما هيش قضية دين وايه، واخا يكون بلا ملة واخا يكون بيعبد الشمس هو حر، ده موضوعه هو ملوش علاقة في حقوق دي ملكه ولا مش ملكه. المهم ان المحكمة الابتدائية بطنجة تقضي بعدم قبول دعوة طرد ساكنة حومة الشوك. المحكمة راح كلهم بقى للمحكمة في المغرب، هنا ما ده مسألة حقوق له حق هياخده، ولذلك المستثمر الاجنبي يحترم المغرب لانها مسألة قانون، لان لو مسألة بالاهواء مفيش مستثمر يثق في المغرب، ده يدمر الدنيا، انما بالقانون يروح المحكمة، اللي المحكمة تقول دي بتاعت مين ياخدها، وبعدين نبقى نشوف الساكنة نعمل معاهم ايه، نعوضهم ولا نعمل معاهم ايه، لا مفيش مشكلة. روح المحكمة، راح المحكمة وقعدوا بقى يقول لك القراقير، وانا لذلك ما ردتش وقتها لان انا اعرف ده جيدا، واعرف ان المساله في المغرب مساله حقوق مش مساله يهودي ولا بالصدفه طلع يهودي، ده موضوع بقى ما انا مالناش فيه، مش عشان يهودي هاخد حقه وادي لي السكينه واقول لا اصله يهودي عشان القراقير ما يقولوش علينا، ما فيش الكلام ده في المغرب، وانا اعرف هذا جيدا جدا خاصه في مساله الحقوق. راحوا المحكمه، حكمت المحكمه للناس، صافي انتهى الموضوع سلينا، لا والله ويقدم ارجع للمحكمة بالتقاضي بالحق والمستحق. انما حكمت المحكمة وقتها بعتولي، مش هتقول يا كلب المخزن مش هتتكلم عن الموضوع ده يا صهيوني، كلمة اقول ايه، هو ما يطلبه المشاهدين اقول في دي بديهيات، يعني افسر المفسر، يعني اعمل ايه، عادي حقوق. مسألة يهودي دي بقى بالصدفة يهودي زي المسلم زي المسيحي زي المجوسي، في مسألة الحقوق مسألة الديانات والعقيدة ده موضوع تاني كما الوضع عندنا في مصر، وانا اعرف ده، لكن معدومي الهوية ومعدومي النسب ومعدومي التاريخ ما يعرفوش مساكين، مع ان جنرال عنده مش يطلعه من داره، يطلعه من الملة، يطلعه من الدنيا، هو فاكر مسكين، هو بيقيس الدنيا على 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 ميزان عقله، لذلك قلت نشوف المحكمه هتقول ايه. وما عندي يقين فيه وثقه فيه هو ما حدث، ان الحق للساكنه يبقى الساكنه، واخدكم مين؟ المساله ليست هكذا، وزي ما في مصر يقول لك المسيحيين، ماله المسيح مصري؟ قدام المحكمه زيه زي دينه ده بتاع، انما نقول بقى ده الفاتيكان يسيطر والغرب يجبره، مفيش الكلام ده عندنا، رغم ان هناك خبثاء بيلعبوا دائما على لعبه مسيحي ومسلم وبتاع والكلام ده، ده ليس موجودا في مصر على الاطلاق. الحقوق امام المحكمه حق وحقك، في قضايا اسلاميه في المواريث والكلام ده، ده ملوش دعوه المسيحي بيها، وهم ليهم برضه في قضايا في مساله دينيه لهم قانونهم، وفي قانون عام في الحقوق ده في الدوله،
إنما يلعبوا على الطائفية دي، وده أنصاف العقول والخبثاء وزباب المنحط اللي عنده فرنسيين طردينهم من فرنسيين جم وقدرة واقتدار مش بالقانون ومش بالمحكمة، طردوهم من أراضيهم ورموهم بره من السكن، واكتب كده طرد سكان جزائريين مستثمر فرنسي وشوف هيقول لك ايه، طرد الجزائريين من الديور الفرنسية من المنازل الفرنسية، شوف ده ما فيش واحد فيهم يستجري يغير واجهة منزل من ايام اللي بناه الفرنسيين. هنا في المغرب في مباني من ايام الاحتلال الفرنسي، شوف عامل ولا يقدر كلب يقول له بتعمل ايه، يعمل اللي انا عايزه، انت خلاص زمنك انتهى، انت كنت محتل بائس وغلط في مصيبه، مش مالك، مش ماضي اتفاقيه ان كل ما في الجزائر ملكي، ده عندك انت. هنا لا، مفيش الكلام ده، هنا في قانون، في سياده، في سياده، سياده كامله، سياده راس براس، وشفناها مع دول اوروبا واسبانيا، اسيادك خضعوا وركعوا. اسمع الخبر الأول. المحكمة الابتدائية بطنجة تقضي بعدم قبول دعوى طرد ساكنة حومة الشوك. قضت المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الاثنين، يلا النهاردة، بعدم قبول دعوى قضائية رفعتها شركة عقارية تدعي ملكيتها، تدعي ملكيتها، تدعي ملكيتها لهذه الأرض بحومة الشوك. وأصدرت الغرفة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بطنجة في جلسة النطق بالحكم اليوم الاثنين بعدم قبول دعوى الشركة التي طلبت بطرد الساكنة من أراضيها التي تقدر ب 14 هكتار في الناحية أو في الحي المذكور. وقالت هيئة الدفاع عن الساكنة أن المحكمة اقتنعت بمبررات الدفاع بهذا الحكم المنصف للساكنة، وأضاف محامو الساكنة أن الشركة العقارية لم تثبت صفتها وأهليتها بخصوص هذه القطعة الأرضية التي تقدر مساحتها ب 14 ألف هكتار. وأكدت هيئة الدفاع أن حوالي 30 ألف شخص يقطنون بهذا الحي سيظلون في منازلهم بعد هذا الحكم الذي أصدرته الغرفة الاستعجالية بطنجة. وكانت شركة بطنجة التي يملكها آل الأربيعي رفقة الشريك آخر بمقال استعجالي، دفعوا يعني تقدموا بمقال استعجالي الرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة يرمي إلى طرد محتل بدون سند. وأورد المقال الاستعجالي اللي قدمته الشركة أن الشركة مالكة الرسم العقاري عدد كذا الكائن بمدينة طنجة مساحة 14 هكتار و56 مش عارف إيه، المتكون من أرض عارية، رفقته شهادة ملكية المرفق مش عارف، المهم قدموا أوراقهم لكن المحكمة شافت أن هذه الأوراق غير كافية وإن الساكنة يبقوا في ديورهم. شفت بقى يا ودي، ده النهاردة لسه الاثنين. المسألة كما أعرف جيدا، والمسألة لم تكن تحتاج إلى إن الواحد يقول لا والدنيا مش كده، هي مش كده، هي مش كده، لكن بعد حكم محكمة يفند ويقول المعلومات وبحكم محكمة تقدر. إنما إن كان عشان القرقور يرضى عني، لن يرضى عنك القرقور، واخ هيكون مين، واخ هتقول له إن اللي جاي ده من آل النبي جايين ياخدوا الأرض دي بتاعتهم، هيقولك بقى أنا ولا دي. شوف ولا دي برضه، يعني القرقور لن يرضى عنك أبدا يعني، فلا تهتم بالقرقور. ولم أهتم بالقرقور، إنما اهتميت بما أعرفه، العدالة موجودة، لهم حق هياخدوه، وبالذات كمان ده بالعكس، ده عشان مستثمر وكده تبقى المحكمة يبقى عليها رقابة ولازم ياخد حقه، اللي له حق ياخده، ده بالعكس. وقد كان اهو المحكمة هيعمل ايه يعني، هتيجي بقى القوى الدولية تقول له تحتل الارض، مفيش الكلام ده، فيش في المغرب في سيادة، وده اللي انا اعرفه جيدا وعلى يقين منه. والمسألة كان لا تستدعي ان يعني ندافع عشان القرقور ما يقولش علينا، القرقور قرقور، القرقور يروح يشوف عنده الفرنسيين طاردينه من منازله، يقدر يقول لا كذاب، ما يقدر يغير في بناية، يقدر يقول لا كذاب، ما يقدر يعمل صيانة للصرف الصحي لازم يجيب مهندس من فرنسا، يقدر يقول لا كذاب، فرنسا تملكك إلى الآن باتفاقية إيفيان، تقدر تقول لا كذاب، نشيدك الوطني باسم فرنسا. عايز ايه اقول لك ايه، شركات الغاز عندك اغلب مواردها لفرنسا كشريك، عايز اقول لك ايه، فرنسا ركباك من ساسك لراسك، فرنسا ركباك من ساسك لراسك. بالنسبه للمغرب فرنسا ركعت مؤخرا في راسك ولا في راسكش، اسبانيا ركعت راس براس،
ما عندوش الكلام. البنايات هنا ما فيش حد يقدر يجي يقول له لا ده من ايام الاحتلال بتاعتي، يقول له سير قاعد سير. يقدر ولا بنايه هنا ما يغيرش واجهتها لازم يجيب اذن من فرنسا؟ ده عندك انت، فانت ما تقيس الدنيا على مقاس سطحيتك وتفاهتك. انت استثناء يا جدك، انت ما منك جوج في الانبطاح في المغرب. لا، ولذلك عم ضرب واضطر وانا بقيت قاعد اتفرج. يا قرقور يا قرقور، ولماذا لا تتحدث عن اتحدث عن ايه قرقور؟ ده بالنسبه لك انت حدث، بالنسبه لنا هنا عادي. واحد يهودي عنده مشكله مع، ويهودي مغربي عنده مشكله مع ناس بيقول الارض دي ارضي، اوكي ارضك روح المحكمه، قالت ارضك خدها، ما قالتش ارضك مش هتاخدها. زي عندنا في مصر، لان انا ده عايش، انا عايش طول عمرنا مسيحيين ومسلمين واحنا عايشين مع بعض، والمسيحيين كتير مش شويه بقى، مش زي المغرب هنا اليهود قله شويه صغيرين يعني. ما تلمس ده في عندنا بقى ربع الشعب مسيحي، فيجي بقى يقول عشان اصل الفاتيكان بقى هيجي. يا عم يا جدك، احنا بنتعامل ببطاقه هويه مصري، يبقى تخضع للقانون الاجنبي، تخضع برضه لقانون الاستثمار، تاخد حقك بالمحكمه. انما مساله بقى العنصريه والوساخه دي عندك انت بس يا قرقور، مش عند حد تاني يعني. مساله العنصريه والانغلاق والتحجر العقلي ده اللي مخليك، عشان كده انت جزائر وهتفضل طول عمرك جزائر طول ما انت كده. يعني يهود، هل انت تستطيع ان تتحدث عن اليهود؟ ماله من يهود، احنا مغربي ماليش دعوه انا بدين وايه، يكون مجوسي مش مغربي يخضع للقانون المغربي والمحكمه تفصل بيناتهم بس خلاص. وانا عارف ده ومتاكد من ده، مفيش المساله دي ولا في هنا الطائفيه ولا في الكلام ده خالص. مسلم مسيحي دينك ده لنفسك، في قانون على الكل يمشي على الكل. ولذلك جت المحكمه اكدت وجهه نظري، واتكلم بقى لما المحكمه تحكم وتبط القرقور. روح بقى يا قرقور انت اشتكي المستثمر الفرنسي عندك في المحكمه اللي طرد الاف الاسر في الشارع يا قرقور، واكتب على جوجل وانت عارف وانا عارف. روح كده المحكمه هتحكم له، يروح بس للجنرال يأبجه يكيشه يديله الأبيج يطلعك من الملة، يطلعك من الحياة لو عايز. ده عندك انت بلد الزريبة اللي انت عارف، حظيرة الكبار اللي انت عارفها وانت عارف وانا عارف. الجنرال يقدر يحييك ويموتك، انت عارف كده. انما في المغرب مفيش كده، فما تقس الدنيا على مساحة عقلك. في المغرب لا، انا عارف ده متأكد، ليك حق اطلع المحكمة هتاخده، مالكش واخ هتمسك الضو مش هتاخد، مش تبقى يهودي تبقى مين حتى بايدن نفسه مش هتاخد. والمغرب بيتعامل مع الكل كده، لا 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 يركع لاحد ولا بالحق، ليك حق هتاخده واخ على حساب المواطن، ما فيش مشكله المواطن انا اتصرف معاه. هي كده اسبانيا فرنسا، جداتك ايه اللي قاعدين تتبوس في جزامهم وماكرون كل يوم يحقر ويدني فيك؟ خاضع اهو مؤخرا، خاضع صاغرا، قال لك احنا مع الحكم الذاتي يا جدك. صحيح ماكرون لما خاطب المغاربه ايام زلزال الحوز، المغاربه بصقوا عليه، مغربي مغربي بصقوا عليه فردا فردا، بل والمقيمين انا بصق المغاربه والمقيمين بصقوا عليه بصقه، لاننا نعرف المغرب مفيش كلام. واحد يخاطب المغاربه من بره ويعمل عليهم الزعيم، ما فيش الكلام ده، بصقوا عليه والله بصقه من بصقه. لما رجع تاني يوم قعد عمل فيديو مصفر مسكين ويقول لهم انا ما قصدتش، يا سير يا جدك. واسبانيا وغيره اي حد، ما فيش الكلام ده، يعمل اتفاقات شراكه علاقات طيبه امريكا ولا غيره انما ان يبقى تابع لحد ما حصلتش. مش دلوقتي، مغرب اليوم غير مغرب الامس، وده اللي القرقور مش قادر يفهمه. بل ان القرقور استغل القضيه دي وعمل بيها بوليكه وقعد فرح بيها وانتشى يبومد بيها حريقه مسكين عشان ينسى الفرنسي عامل فيهم ايه، المستثمرين الفرنسيين اللي من هتكوا عرض التاكوس ولهم قضيه ممكن اوريها لك فيديو، عملنا فيديو بيها قبل كده وعاملينكوا جواري يا الله يا ودي، والسكن وخدوا العماير ونص المباني القديمه في الجزائر ملك فرنسا الى الان، والله يا ودي
الروينة الكحلة دي عندك. أما ما حدث في طنجة في حومة الشوك فهو استثناء، قضية عادية، مسلم زي يهودي قال شركة قالت دي أرضي، وفي مشاكل الأرض وتجارة الأرض وسماسرة الأرض ده موجودين في كل حتة عادي يعني، لأنها ثروة مع الأرض موجودة. لكن روح المحكمة، المحكمة تقول مين له حق فين، قدم أوراق، أوراق لا مش مقنعة للمحكمة، الله يعاون، خليكوا في بيوتكم بس، خلص. ولا يقدر يقول بين هو أو غيره. لذلك حكم المحكمة اليوم أقر بحق الساكنة في أرضهم وهيفضلوا في منازلهم. وعليك يا قرقور أن تبحث لك على قصة أخرى لتبومد وتمني نفسك مسكين، أنت بعيد في حتة تانية، فلا تقيس العالم على مساحة عقلك، المغرب بعيد عليك جدا جدا جدا، لا تخرج قبل أن تقول سفخص على العقل القرقوري. دي الحكاية، شوفكم على خير.